يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي وهي حية؟ إن كانت لم تعتمر عمرة الإسلام وهي عاجزة عجزا مستمرا لا تتمكن من المجيء بسببه، كأن تكون كبيرة السن هرمة أو مريضة مرضا مزمنا ولا تستطيع الحضور إلى مكة، وهي لم تعتمر عمرة الإسلام وأنت قد اعتمرت عن نفسك، فلا بأس أن تعتمر عنها. ما إذا كانت تستطيع في بدنها تستطيع المجيء فلا تعتمر عنها، بل تأتي بها وتعتمر بها. نعم.